السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله كما عودتكم دائما ضمن السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان، كنقرأ معكم الثمن الأول من الأحزاب من القرآن الكريم، واليوم إن شاء الله غادي نقرأ معكم الثمن الأول من الحزب السادس والعشرون من سورة الرعد من القرآن الكريم. إذا كما كتعرفوا احنا في العشر الأواخر من رمضان، لذلك خصنا نكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكثروا من الصلاة والصيام وكذلك من القيام وقراءة القرآن باش ربي سبحانه وتعالى يبعد علينا الأمراض والوباء والبلاء إن شاء الله. إذا مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وبلغ رسوله المولى الكريم. هذه كانت قراءتي للثمن الأول من الحزب السادس والعشرون من سورة هود من القرآن الكريم. كنتمنى أنه هذا اليوم المبارك ليلة السادس والعشرون من رمضان أنها تمر لكم أحسن ظروف، وتكونوا قريبين على الله سبحانه وتعالى بالأعمال وبالصلاة وبالقيام باش ربي سبحانه وتعالى يغفر لكم ويبعث فينا إن شاء الله صحة جديدة وأيام مباركة إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.